إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نشوفو فيه لا ميكروبيولوجي. غادي نشوفو داكشي لي اسونسييل اللي كيتحط في ليكزام. حنا عارفين ان في هاد لاشين كنديرو معاكم غير داكشي لي اسونسييل، ما كنعاودوش نقراو لكم كو. دونك اي حاجه كنا كنديروها لراسنا فكنحاولوا اننا نبارطاجوها معكم باش هكا نربحو بزاف ديال الوقت. دونك اول شابيت غادي نشوفو كاينه في البارتي الاولى كتسمى لو موند ميكروبيا، نشوفو كيلكو ديفينيسيون ابري ندوزو نشوفو الكور ونشوفو لي شابيت ديال الكور كل حاجه على حيطها باش هكا نفهمو اكثر. دونك بالنسبه بغيت نقول لكم واحد الحاجه، ليكزام تاع الميكروبيولوجي كيتحط فيه كل شيء، يعني اي حاجه حفظتيها كن على يقين انها غتحط. بحال مثلا شابيتر ديال لا نوتريسيون باكتيري دارو كتقى عليها واحد كيسيون ولا جوج، شابيتر ديال لو موند ميكروبيا حتى هي كتلقى في واحد شابيتر ولا جوج، لي شابيتر ديال لي بروكاريوت حتى هي كتلقى في واحد كيسيون ولا جوج. يعني البروف كيحط لك كل شابيتر كيحط لك منها كيسيون ولا جوج باش هكا يخليك انك تحفظ انت البولي كوبي كامل. صراحه الميكروبيولوجي تيبقى اسوء موديل حيت فريمون طويل بزاف، ولكن واخا هكاك زوين يعني تيهضر على التخصص ديال لا بيولوجي اون جينيرال، فا واخا هكاك كيما تنقولو زوين، واخا طويل واخا تيعذب شي شويه. المهم اول حاجه قلنا نشوفو كيلكو ديفينيسيون ابخي ندوزو للكور ديالنا. دونك اول ديفينيسيون غنشوفوها هي لا ديفينيسيون ديال لا جينيراسيون سبونطاني. هاد لا جينيراسيون سبونطاني شنو كانت تقول لنا؟ كانت تقول لنا سيدي بان هادشي كامل جاي من العدم، حتى واحد النار شقات ليه هو يجي هادشي كامل. دونك من بعد العلماء قالوا لا راه ما يمكنش، ولقاو ان راه كاينين واحد الحوايج اللي صغيورين وسموه لو موند ميكروبيان اللي كيتجلاو في لي فيروس في لي باكتيري وهاد اللعيبات. دونك شنو هي كديفينيسيون؟ هي واحد لا تيوري ديالاش هاد لا تيوري. شنو دارت هاد لا تيوري؟ بروبوزون بان كاع هاد لي زورغانيزم فيفون سون ديفلوبمون من واحد لا ماتيغ نون فيغون، يعني كيفما قلت لكم ترشقات ليهم وجا توت لي زورغانيزم توت لي زورغانيزم فيغون سو ديفلوبو قالت لك سيدي ان هاد لا جينيراسيون سبونطاني واحد لا تيوري بروبوزون كو توت لي زورغانيزم فيفون سو ديفلوبمون او ديبار دو ماتيير نون فيفون. فاهمين؟ نشوفو لا ديفينيسيون اخرى ديال لا ميكروبيولوجي. هاد لا ميكروبيولوجي فيها بزاف ديال لي ديفينيسيون. نعطيكم اسهل ديفينيسيون وهي ليتود ديال لي زورغانيزم ميكروسكوبيك. يوسفي لا ريشيرش سور لا ستركتور et la métabolisme d'IA. Donc il y a l'étude d'IALH de micro-organismes. Micro, il y a ce rare. Micro, c'est où il y a petit. De micro-organismes. Yak. Et ce fait, ou qu'est-ce que c'est شنو كدير عليهم واحد الغوشيرش واحد البحث، يعني كدرسهم. شنو كدرس فيهم بالضبط؟ كدرس ليهم لا فورم ديالهم، كدرس ليهم لا ستريكتور، كدرس ليهم ايضا حتى الميتابوليزم وهذا. المهم اللي عقلتو عليه كتبوه. كيعجبوش بصراحه داك اللي ديفينيتيف بحال الميكرو بيولوجي وكنبداو نقولو حنا هذا من اليوناني وكنطولو كيقولك لوجي هي لوغوس وبيو هي سيونس وما عندك تخربع. دونك ديفينيسيون سامبل فيها واحد السطر يعني ماشي شي حاجه راه ساهله. دونك قلنا شفنا دابا لا جينيراسيون سبونطاني، شفنا الميكروبيولوجي. كاينين بزاف ديال لي ديفينيسيون، انا ما بغيتش نعطيكم كاملين باش هكا ما تملوش
وما يطواش ايضا في الفيديو. كاين لي بروتيز، كاين لي بريون، كاين لي فيروس، كاين لي فيريويد، كاين لي فيروسويد. المهم هادشي كامل غير جو عندي في انستغرام، راه كاين تما نبارطاجي معكم. ندوزو دابا للشابيتر ديالنا باش نشرحوها هكا غيكون احسن. دونك اول حاجه غنشوفوها اللي هي لي دومين ديالاش، ديال لي ميكرو اورغانيزم ولا ديال لي زورغانيزم اون جينيرال. يقدر يسولكم بروف عليها، ما تعرف شنو كاين كيف ما تنقول. دونك اول حاجه عندنا هي لي باكتيري. ثاني حاجه كاين واحد لا دومين اخر اللي سميتو لاركيا ولا لاركيا، ياك. كاين عاوتاني واحد لا دومين اخر اللي سميتو اوكاريا. كنظن انكم من السميه عرفتوا هاد الدومين شنو غيكون فيه. اوكاريا هاد لا دومين الثالث غادي نشوفو من بعد، غيكونوا فيه كاع داكشي اللي كي اوكاريوت، يعني دي سيلول كي كونتيا ان فري نوايو. المهم هادو هما لي 3 دومين اللي عندنا. حنا الدومين اللي انتريسي بيه دابا هو لي باكتيري. دونك بالنسبه لهاد لي باكتيري خصنا نشوفو لي كاركتير جينيرال ديالها. دونك اول حاجه راهم اوني سيلولير، ياك. كاينين بزاف ديال الحوايج، منهم انهم بروكاريوت. واخا غنشوفو دي تيب ديال لي باكتيري اللي كي اوكاريوت، ولكن داك لو تيب راه نقدروا نقولوا انه قليل بزاف وحنا كاع ما انتريسي بيه. المهم عندهم ايضا واحد لا باغوا، كي ديال داك الباغوا، باغوا بيبتيدو غلوكان. بيبتيدو غلوكان. المهم راه عندهم بزاف ديال لي كارتي، حنا نشوفو غير هاد ثلاثه راه بارك علينا. كاين الناس اللي غيقول لك ايتيروتروف، لا ما نقدرش نقولوا ايتيروتروف ولا لا. علاش؟ حيت كاينين دي تيب في لي باكتيري اللي كيديروا لنا لا فوتوسينتيز، دونك اوتوتروف. دونك ما نقدرش نحكموا عليهم واش ايتيروتروف ولا لا. لي تيب اللي كيدير لنا لا فوتوسينتيز كيتسمى لي سيانو باكتيري، ولا اللي كيتسمى لي زالك بلو. هما اللي كيديروا لنا لا برودكسيون ديال الاو 2 وكيديروا ايضا لا فوتوسينتيز باش هكا كيبرودوي دوك لا ماتير اورغانيك اللي كيحتاجوا. بالنسبه يقدر يسولكم واحد السؤال، يقول لك لي دومين اللي كنستعملوا فيهم هاد الميكروبيولوجي. لي دومين اللي كنستعملوا فيهم الميكروبيولوجي كاين لي دومين اليمونتير، ياك. لي دومين مثلا كيميك، غنديروا فيهم لي برودوي كيميك. المهم كاين بزاف ديال لي دومين بلا ما نتكلموا فيهم كاملين، المهم حنا نعرفوا غير واحد ولا جوج. كنقدروا نديروا في هذا الميكروبيولوجي، كنقدروا نديروا في ديك المواد التغذيه، كنقدروا مثلا لا كونسيرفاسيون بحال دوك لي بات مثلا ديال البون، مثلا لي بات ديال لانشون و اكسيتيرا. لي برودوي كيميك و فارماسيتيك، يعني برودوي كيميك و فارماسيتيك بحال داكشي ديال لي بارا فارماسي. كاين مثلا لي برودكسيون ديال لي برودوي ميديكال بحال الدوايات. يمكن بزاف ديال الحوايج حنا ما نتعمقوش فيهم، حنا غير نعرفو هادشي سطحيا وصافي. دونك واحد الحاجه مهمه ايضا كتشي سولك على شنو هي البكتيريوفاج. البكتيريوفاج، البكتيريوفاج هو واحد لي فيروس، ياك. كي انفيكت دونك شنو هي البكتيريوفاج؟ واحد الفيروس كي سميتو كيمرض البكتيريا، فاهمين؟ هما بجوجهم كيمرضوا، ولكن الفيروس كيعيش على ظهر البكتيريا، دونك كيمرضك تولي ديك البكتيريا كثار من الفيروس. يعني بجوجهم بما انهم جوج حوايج كيمرضوا تجمعوا لينا في حاجه واحده، راه مشكل هذيك. دونك كديفينيسيون كامله البكتيريوفاج هي واحد الفيروس كي انفيكتون كو دي بكتيري بوفون اتر يوتيليزي بور توي لي بكتيري باتوجين، فاهمين؟ هذه هي لا بكتيريوفاج. كاين واحد الحاجه اخرى اللي سميتها لا بروبيوتيك. هاد لا بروبيوتيك شنو هي؟ هي واحد هما واحد لي ميكرو اورغانيزم ريسبونسابل ديالاش ديال لا فيرمونطاسيون، فاهمين؟ دونك هادشي اللي بان لي مهم في هاد لا فيديو. الحوايج اللي قلنا ديال لا ديفينيسيون غادي نصورهم ونبارطاجيو معكم، حيت لي ديفينيسيون غير حفاظه. صافي هادشي اللي كاين، نتمنى اني نكون فدتكم ولو شي شويه. الله ييسر لكم وبون كوراج.